فقط شرح منهاج النووي شرح شيء أبا محلية بلي قونية ما بحصة حجية بحصة محرمات إحراما بحصة ويبو إجا كو يكشور محرمات إحراما جي كوش صيدة نيتشيرة مرد إحراما ضبا مرد نيتشير بك حرامة ثم صيدو درباني أما تقول مدري نفسه تمام صعيفة ما مالا نوح لأنه صمت تحقيق كأنك صعيفة ما بين صدو تشلو حفتة بأمر صدو تشلو مالا نوح ديتبه تماما مالي ثم صيدو درباني نيتشي دقس من أحدهما ماله مثل من النعم جدوارو بازو دفا بنزلي وي جي هنا أقسمك يوصي أن سوفي سورة سورة خدا والخلقة دو يا بي خدا على تقريب قصجة يعني يقلشق جي هنا على تقريب يقلشق يعني نيزيك يعني فيضمن أو شاق به كو جي هبن أبا كتب لي تلفت عيني جوية كتك جيوي ها ومنه جبية ما فيه نقل عن السلفي أجبية تشتكواتية نقل كريش سلفا وان شوا كريه او جي عيني وصاب كا فيتبعو اي بتابعوا يعني مثلا شل بير شدا دا يتبع مثلا افهم فيتبعوا ازونا فيتبعوا متابعتهم تكره تمام فيتبعوا متابعهم قالت تعالى خدا تعالى قلتيه يحكم به ذوى عدل منكم يحكم يعني وكافي يقضي يا يقدر او تقدير بك به ببه مثله هاني ذوى عدل ذهب شاهد عادل او بيجن اويا جبر فيابا يا اويا باوقاسي بلي ذهب خدي عدالة بلي ففي النعامة دي دبق الشيدة الذكر أو الأنثى ففي النعامة الذكر أو الأنثى يا مي يا أبي نيربة يا أبي مثلا ميبة بدنتون أو دبق دبق كده دبر دبق الشيدة ودبق كده أي واحد من الإبني بدنة يعني أو دبق كده وفي بقرة الوحشي وفي بقر الوحشي دتشيلك وحشي دا أي الواحد منهم يعني حبك تشيلك وحشي بربتلفي وحماره وكري وحشبة بقرتون ويتشي لكي بدا أي واحد من البقرين يعني أو تاوي دمكي تاو وحدتها نوما ويديفا لكرا وفي الغزالي ده غزالي ده عنزون جبر غزالي با أوي باسكي بدا عنز چيه؟ بزنكي بدا سيدا اري باس باس چيه باسو؟ أنا ما تقول باس؟ بزن بزن عز بزنة اي تمام وهي الأنسة من المعزي تقربا دباق وشي او كي تشواجه في دبي اي اوي دبي اشخو دبي دبي يعني يك شي على بك الدبا نن تيرا ويجي دي هي كيوي بربانا شي انا قد خلقيات دان نيزي هبن هاد خلقيات او دبي بنزلي ابنن اشخو هو اعطي حكم كني انجبية واي أقول لك المشكلة تاريخ كي منينة يعني كناك بنزك جودة وان بنزريه. وهي الأنثى أبي مينة من المعزي جباس التي جبزنا. لبي جبزنا. أري وهي الأنثى من المعزي. كي غزات دواي تنا بزنج دواي تنا بنزلق هر شيء كي. تمام. التي تمت لها سنة أبو الصلاوي قديم والغزاء والغزال والغزال غزال كيه والغزال بيشة والغزال ولد الزبية أو جي تعشكي زبية زبية غز أو كيه يعني شو جيلان جراد بيجن يعني غزال شو بكل ما والغزال ولد الزبية ولد الزبية زبية أو مزنة تمام أوجي غزالة الإجاء أوجي التي تم لها سنة صلاة خديها نعم وولد الزبية إلى أن يطع قرناه ها
حتى قلوچه بدر يا حتى قلوچه بدر نبي غزاله اكو بشي قلوچه بدر نبي غزاله بري بري وي نبي زبيته يعني حتى قلوچ ده كذا نبي غزاله قول ده كذا شنو زبيه تمام ثم يسمى الذكر زبيا والانثى زبيه جابي منير زبيته قد جاي من صار زبيته قد حتى رحات من لين يعني غزال غزال تشيلك تشيلك حتى قلوش دري قلوش دريك ان يتبع زبي لي زبيه غز لي زبيت تمام وما المراد بالغزال هنا اشتبهنا هير ديانه زبي وزبيه مراد جي كنت برد غزال قلت يا غزال بي اون بدي وقتين غزالي عن جن مراج غزالي اون يعني زبي زبيت ليناسب كبر العنزي جبوي قلت عنز مثلا بالزنا مزنا ايجاد برد زبيت قلت يا نكد تعيجكا بلكي مراد جي غزالي يعني زبيت مالي جبوي فهم سلا تبيكي شما قلت له في الغزالي نقول له في الزبيتي عنزل ليناش بجدو بأوغني كيبل عنزي بأوغني مزناتيا بزني بزن أصالة وخدية أبي كلوتي ناب ب أبي يخلاشق مزناتيا عن وكد يقو مزن بغزال مزنة عزولا عفوا دبي مراد جغزالي نتعجكتية مراد جغزالي يعني الزبي زبيته وهما او الزبي زبيته المراد بالغزالي هنا مراد غزالي دبردا نتعشق غزالية ملكي غزالة مزنة شما ليناسي بكبر العنزي شوفا مناسب جبونا مزناطية بزنية بزن مزنة ايجا غزال جي دبردا نا غزالة تعشق غزالة مزنة اندي تشمي با تشنير با ويجب فيه كده سعدا صدقك يا سيدا إبرة شو بيجيني أبدو ويجيني هبدا قوة في الغزال عنزم تمام غزال ولد زبيتي هيك قلوش ناطبة غزالة تمام شما تعبير بداية بغزالي تعبير بغزالي يجبوك بفا ويجيني عنزي يعني تيك بدوش عنزي يعني الجسم هون بواك هبدو وإلا كبا غزال قلوش ولا دهام مزند بها ازولام عفوا من يبقى دبيكي الغزال ولد الزبية إلى أن يطلع قرنه ثم يسمى الذكر الزبيا والأنثى زبية وهما أب الزبي وزبية المراد بالغزال هنا دبردك غزال دايا مقصود به نغزال مقصود به الزبي وزبية أبا مزنة يعني نأبا تعيشك ليناسب كبر العنزي جبك أوجي غزال جي أمزن وعند جي آن مزنه اجبكو مناسب وجرا ايه از قوي قدم قوتنا تد قوي قنا دي قوتنا من مطالعة كريا ديسا مطالعة بك مريك تبي وفي الغزال عن جن تمام غزال تبي اكو هي قلوش ناطية قلوش ناطية قلوش ناطية يسمى تعبير أبو غزالي داية نقوتي عن نقوتي زبي وزبيت يبقو تانا جبوكو تشبش بو قودي وعنزي ويقوني هبدو ببا يعني كو آده بني أو بش غزالة أو بش آده بسا عيني آده بسا شون أبو غزالة إيه ده بسا 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 نبال بسا آل بدا بسا كو غزال با قودي وعنزي نبقاسية با غزال تعيشك وعنزي بزنو مزنة ها دبي مقصود دبرداج غزالة نغزالة تعجك غزالة كو زبية أو زبيتة يعني أبا مزنة مقصود ج دبردا كو ذكر كريه ج غزالة تعجك بيقص نكريه مزن بيقص كريه جبونا يعني زبيتة بيقص كريه مقصود ج غزالة زبيتة جبوي كو أو وعنزين بن وكب جوديقو هذا واجب فعل نبي طلوزنا. ويجب فيه واجب ذي عنزي ذي غزال ذا فيه بمعناه الأصلي ما يجب في صغاري يعني تشوى ذي آمازن ذا آمازن ذا لازمه ذا آب بتشوك ذا جي عين وصا يعني أوجي بقاسي ويه بدن وصا ذي نه ويجب فيه واجب غزال ذا
بمعناه الأصلي معناه الأصلي كم جاي بقرن يعني كغزل على كي نجشتيا صلاة ونبدا قلوتش ونطيا ما يجي في الصغار تشيك واجبة الصغار ده يعني وقت أبو الصغار به أبي تخاف بتشوف بالقول يجي كاركا بتشوف بك كاركا بتشوف بشيء به أينس كقاله الإمام إمام الحرمين دنيات المطلب ده قوتيا وفي ال وفي الأرنبي عناق إرنبي وفي الأرنبي يا أمن إرنبينا بفتحة همزية وفي الأرنبي عناق ود توشان دا كيروش كداجي أو عناق بدا عناق شيء ويا الأنصى من المعزي تعشقا بزني يعني كارك أمجد كارك يبدا من حين تولدوا جو وقت الولد ما لم تستكمل سنة هي الصلاة وين أخذ يابا وفي اليربوعي صلى نقد الله يبدا ماني يقدر صلى نقد ماني وفي اليربوعي يعني كارك أو صلى نقد يابا وفي اليربوعي دي يربوعي دا أوج حيوانك هو معروف حيوان معروف والله أعلم تيربوعي نادية يربوع أوكلو من نابي من نفسان والله يربوع يربوع أو كسحور سحور سعورة لو صار أوي سعورة إيه أوي جفرة أوي بنزين كيروشكي إيش كيروشكي بكيوشك ترى طا أوي جفرة بده جفرة شيء وهي الأنثى من المعزي أوي جي يكا ميا ج أو كابدا جبزنا إذا بلغت 14 ظلم يربوع نابي سينجاب له أنا باش ثاني يربوع سينجاب لا يربوع أول يا والله إيه دقيقة إذا نطبيها بأجي لي بنرم يربوع أو بني أظلم دبيع عربت وشاني يا عربت وشاني كي عربت وشاني عربت وشاني إيه قرب قطة سينجاب طب إيه بكشتك بنزلي دقيقة إيه بكشتك بنزلي سحو أو كي كيروش كي وقام جاي مزنا قوي مزنا عندي تواويدا وخيك قياطات بقاني يتنا أوا يا رب بين عرب وشاني ناوي شيء أنا عرب أنا ناوي يقوم ناوي أنا عرب وشاني ده سحور سحور ماني يعني ناب بقاسية با كارك يجبر سحور كي با طلع واجي نبقاسية من زان مويت وصاد فيجي بزين كي بكيروش كي بخاني يا رجية كيروش نا كيروش كاركاس فارمي وبزين كي تشي كيروش كي بخاني يا رجية كيروش كيروش بني كيروش كو كارك دي سبتشكي بنزلي هفده بان اما تدفر دفجي مثلا سعورو ابي شارمهي تمام بل عيني ابي شارمهي كوش كارجي ايه شما عيناقو او جفرت جفرت جا عيني وهو الانسا من المعزي او جا ايجا ايه مي جد بزر اذا بلغت 14 هو شارمهي تمام والمراد من العناقي مراد عناقي ما فوق الجفرتي وقرش جفرتي مصدر به تمام فإن يعني كان ما مصدر به فإن الأرنب خير من اليربوعي فإن شنك كيروشك ج سنجابي قبل سنجاب أول قد يجي تشترى وفي الضبعي كيروش تدبي سنجاب أنا بيش بيكم يا سعور وفي الضبعي كفتار به وكفتار بك كبشون او برانكي بدا روية البياقية عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية لا روية البياقية بورا والبياقية ووتنا ولا امنا روى امن روى وو هيد عطتا امن روى وروى البياقية عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية انهم قضوا في النعامة ببدنته ووتنا جبر دبق وشيفا مرب دبك دا وعن ابن عباس وابو عبيده وعروه بن الزبير انهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرته كري وحشي وتشيلكا وحشي به وجبره ما بتشيلك كده وعن ابن عباس انه قضى في الارنب بعناق ابن عباس قلت يا جبر جبر كيروش كيفا ملك كار كده وقال في الضبع كبشن او قلت ابن عباس سقوتيه جبر كفطار واجي مرب او كده مرب بران كده بران بران كده وعن ابن مسعود انه قضى في اليربوع بجفرة
بجفر او جفرة قوتي مرج برسين جابي با جبر سعوري با يا مرب قال كامية يا كنير وعن عمر وابن عوف كنير يا كنير تمام وعن عمرو وابن عوفين حسي عمر وابن عوف قلتنا انهما حكما في الظبي بالشاطئ وعن عمر وابن عوفين تمام تمام حسي عمر وابن عوف عبد الرحمن بن عوف وانهما فانا حكما فانا حكم كرنا في الظبي ده حقي غزال ده قلت بشاطين مر باسكي بالبدا وعن عبد الرحمن ابي بني قدزين اديانا بشاط هذه نقطه ديالش الشاط ماشي هنا تمام عيني لو قاسية وعن عبد الرحمن بن عوفين وسعد انهم يدلوا ميسيس كل قانية من المسلمان يعني أشياء يغاري تشكين دقنا بون دايلو يعني بلكي فيات فرقية هبا بلي انهم فيات فرقية كيلو فرقية هي نانا كيلو شي فرقية هي قوش فرقية هي بلي انهم حكما في الظبي بتيسين قوتية جبر غزالي با مرب نيري كده نيري بتيسن أعفر بتيسن أعفر أعفر يعني أبي شو؟ إيش بيكاوينا صافية إنكي صورة ها تمام يعني وصا أبي أوجي بنزمشي غزالات به وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابرين أن عمر قضى في الضبع بكبش إمام شافعي جي إمام مالك وجي جي أبي زبير أبي زبير روايات كريعة عن جابر عن جابر قلت لك أن عمر قضى في الضبع بكبش يعني قلت يا حضرت عمر ده حق كفت جبر كفتار ما قلت يا مرب بران كده ده وفي الغزالي بعنزين جبر غزالي باش قلت يا مرب بزين كده وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرتين جبر كيروش كبا مر كارك الدا جبر سنجابي ما مر كارك الدا واضح إسناده صحيح مليح كارك يتشك جابي وما لا نقل فيه عن السلفي أبيك السلفة نقل ناط بكرين يعني فانا تدي أبانا السلفة تب ببان تشتا أوا دانا أم جي وان تعقيب لك إجي السلفة تشكي ناط بها أو تشخي يحكم بمثله من النعم يحكم بمثله عفوا بس مفاعل دي صبر يحكم بمثله من النعم عدلاني دحب عادل حكم دكن ببنزريوي بمثلوي جحيوانا مثل أو هردو عدل مجي فقيهان فطينان قرع عالما عقليبا ثم الكبير من الصيدي مظني جني نيتشيراك ولا نيتشيركرين يفضى بالكبير من مثله من النعم او يكا مظن مثلا دبا با دبا قوشي او مظن جبربا ولا فديا دان والصغير بالصغير بتشوك با بتشوك ويجزئ فداء الذكر بالأنسى وعكسه ويجزئ إجا كافية فداء الذكر يعني فداء كرنا ذكر بالأنسى دبا يعني يكا نير جبل يكا ميفا بدي يكا ميفا جبل نير بابدي وعكسه دبا سنار كنابة والمريض وعكسه بيجا سيدا فداء الذكري بالذكري أبت وعكسه نينا وعكسه شما فداء ال فداء وعكسه عدم بصر كوفا ويجي وعكسه عدم بصر فداء يبا تمام والمريض والمريض بالمريض نقش بر نقش أبا والمعيب بالمعيب أبي عيب داش بري عيب دار بعد بل إذا اتحد جنس العيب كالعوري أجل يعني أو عيب عيب جنسية أو كورة أو جكورة ها أو كورة أو جساقتنا وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار يك شعبي راس كورة يك إتشابي تشكينا فإن طلف كالعور والجربي ها يك كورة يك جكورية فلا نار ولو قابل المريض بالصحيح او المعيب بالسليم فهو افضل اجاكو ولو قابل المريض بالصحيح او المعيب بالسليم تمام يعني حيوانا كتوي نيتشر كريا نخش بوتيكا صاغلامش بالبدي يا ابا كتوي نيتشر كبو عيدار بوتيكا صاغلامش بالبدي فهو افضل من دهاباش قال في الشعر المهذب ويفدي السمين بالسمين ششماش بالششمانة ولهزيل بالهزيل ضعيف بالضعيف
وفي ملام مثل له إجاكو بنزلي بتنبا تنجير كريا أو يكا وكاوي تنا كالجرادي والعصافيري كلي يا شفيكي وفي ملام مثل له القيمة تقيمته داخل قياسا تقياس بك يعني يعني قياس يعني ولا قياس اوكي دقيقه قياسه وشو يعني سيدا مثلا بك في ما لم يشتد له القيمه قيمته قياسا قيمته بقياس هذا صار جوده يعني مثلا جوده في التاويت اذا انا كسريه وقياس بك تبيعي دقيقة يا دورم دقيقة عفوا قياسي أنا مثلا هذا حمصي بير كلية دكم يأتيني برا برددن حدثت أوكية حدثت عملت بتملة خير من جرادة شو من برا أزونام جبر كلية كيبا خد ما كيبدن تمام تمام قياسا أي على ضمان إطلاق مال الغير المتقومي إنني يعني أبو ضمانية إطلافه ومالي الخير المتقومي أبيك ناتية قيمة كرن مر شوات كه مر قياس كرسل أبيك واتية قيمة كرن نفسا مالي واتية تلف كرن بلان جادو مخاينة أزولان مننا دبي مقو قياسا مالي أي على قياسا على ضماني على ضمان إتلاف مال الغير المتقوم على إتلاف مال الغير المتقوم يعني أنت مالي يجيب قيمة ديارة بقيمة كده القريبي أليج القريبي تنسح إتلافك تمام ويستثنى من الحم الحمام كبوك جي مستثنى يعني أو نكل قري قيمته قوية أو دها قيمته ودها زيدة مثلا ففي الحمامة الشاطن او جبر كبوك كيفا باس كيف يبدا رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس امام الشافعي وبيهقي جبان هرس الصحابيان روايات كرنا كجبر كبوك كيفا او باس كيف يبدا زاد البيهقي وابن عمر زاد البيهقي وابن عمر اجا بيهقي يبان هرسي وابن عمر جيلا وكيلا وهو محمول زاد البيهقي وابن عمر بيجي او ابن عمر تمام ابن عباس وابن عمر يعني هو رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس اجا بيهقي وابن عمر بيجي ذكريه تمام وابن عمر وهو محمول على ان مستندهم فيه توقيف بلغهم توقيف بلغهم ابيا تي حمل كرن لسرك الديانة غيبانا أبه في توقيف يعني أبيا توقيف اشترف خدا داتية باللي كرن ديانة غيبانا أبه نعم ليه؟ توقيف بلغهم تمام يعني أبيا موقوف لسر يام بنا صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تمام يعني تشتكي موقوف پیغمبر دا قيش يوان اني اما خبر جوانا هاتية اني سيبانا سكينية وإلا وانا اجبر خبال دشين كارم بيش يو امر توقيفي چي از اولا؟ امر توقيفي يعني ابي كو شريعات بلي كده بيا تو نقر اجه داري يا ها ديناغي بنا موقوفي لسر وان انسانا ابان انسانا اوا قوتنا ابانا اج ديناغي هم مطلقا ام نكش نقول كو ابانا اج پیغمبر قوتن كو پیغمبر اوا كريه ام دبين كي مجدو كو بنا تب هبرا عادي اشي كرنا اجي موقوفي لسر وانا دي انا غيوني فيها برده لو ما كنا نتبع هذول الاشتراك كنا مستندهم عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر مستندهم فيه ذي حكم كنا هان ذا كل بر حمامه مشاطيه او توقيف ابي توقيفيه يعني اشترف شارع ذات يا بني كرن توقيفك يكون بلاغهم توقيفك يكون جيشت وانا انا اجبر خد اشقاف خد ناقل وتعتبر القيمة بمحل الإتلافي وتعتبر القيمة بمحل الإتلافي يعني أمي بيجن لكدري لكدري ويبربة تلفي أو قيمة لقولي وي مكاني وي محلي ولدي إلا هذا المشكلة لقولي هي داري طبعا ويقاس به تقياس كنبي محل التلفي
محل تلفتي قياس كلمة شو يعني؟ مي محل إتلاف كمار ببت تلفي محل تلفي إك أبخار تلفي أبخار تلفي أبخار تلفي شو خطو تحقق ينادي وأو تشيو ويقاسو بي محل إتلاف التقيا ويقاسو بي محل تلفي وتياتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم أزولان وتعتبر القيمة بمحل إتلافي محل إتلافي ويقاس به محل التلفي يجاك أوهر تلفي وأوهر تلفي أو جدي قياس كنا سر محل إتلافي بي إتلافي يعني كذا تطبع إتلاف كرني وسيأتي إتلاف تلف تمام فهم كر ماني فرقك وانا ماني إتلافكم مربي بالتلفي تلفي يعني تنشير كريه تنشير كريه تنشير كريه او يجي او بخبر تشا تلفي سيدا بني في اوي تاتي ظاهر وانه لا يعتبر محل الجرح مثلا جيب بريني قبول نابا جيب مثلا جيكو تبرين كريه اولو داري نشو شيبين بطاطي جيكي دن اولو داري شو تلفي دا اولو داري فاو جيكو لي تلفي وجي إتلافة هذه إتلافة حمد كثيرة جي إتلاف تمام وسيأتي ما يفعل بالقيمة والتغيير بينه وبين الصوم وسيأتي ويجهب وراء ما يفعل أو تشتكو براتي كرم بالقيمة بقيمة والتغيير ومربك مغير به بينه وبين الصوم أو يجهب وراء يعني أو مرب قيمتي مرب بشي دايل لان المشكلة وهي قيمة كر مروي قيمة دي شواب كه ومر مغيرة دنا بين قيمة وروجي قرتنه فلا داوي اوه قوني انا وره والتغيير في المثلي و اوه دبنزلي ويدا جي مر مغير بده حبي في المثلي بين الذبح مثله وتقويمه والصومه ومغير بونا دنا بين مثل ويدا دنا بينا والتخيير ورا تخيير في المثلي تخيير مثلا مثلي ام بي وقت كو نعامه بدنيه عند مثلا بشي غزال عنزه هي بجي ورا بين الزبح مشي تقاطع عنزه شجيك تبني شجيك والتقويم ياخذ قريب يبدا قيمه تو يبدا والصوم ياخذ القوري ويروجوي اري اوي اوي ما ولا بني ويحرم قطع النبات الحرمي جيكرنا شو ما قلنا نيتشي الحرامي جيك ييجي نبات الحرمي الذي لا يستنبت أبيك يعني بخبري لا يستنبت بخبري هيشي نابن يعني أبيك طوف دبنا لا يستنبت بملا للمجهولي يعني او بخوه هشي نابل جيكر نوان حرامة اي لا يستنبته الناس انسان وي او كناكن انسان وي توب نكن يعني بخوه بلا هشي مياه ها؟ ويحرم قطع النبات الحرامي الذي لا يستنبته طلبا نبات جيناك يعني كي لم ينبت الانسان انسان او نشان ديها يعني بخوه بلا هشي مياه بخوه أبو خبر هاتيه أنتو نكاري ويبشني وهو ما ينبت بنفسه ها أبيكو بنفس أخوه يشمي شجر كان أو خير شجر يعني چه قيابة أو چه دار بن أو جي چيه وما الحشيش والرطب قلو قيابة هشين أم يمام نكاري چه وسيأتي أيوار أن المستنبت إجا أبيكو بخبر المستنبت أبيكو إجا حق إنسان ويطوبك من الشجر إج دارا كغيره وكغيره هي أبي مستنبت وإنه مستنبت تب جدارة مرب نكارة وامجة ودليلهما دليل فان هرديا تشيه ما في حديث الشيخين السابق كن بلد أرباس بو بعد ذكر البلدي بشتي كن مكي أي مكتا مكي ذكر كريه قوتيه كو جيكرنا فاناج حرامة قوتيه تشيه لا يعضد لا يعضد شجره يعني لا يقطع شجره أي لا يقطعها داري ويجي ناين شليني ولا يختل خلاؤه
ولا خلاهم 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 يعني ناي جيكرن إجا أبي ناي برين دا ناي برين إجا أبي جياجي جياجي ناي تشناندن ناي تشناندن جياي حشيشي هو بالقصد خلا الحشيش الرطب أبانا أو جياي شينا أي شيء أي لا ينتزعوا مر من الكرة ويراك بقلعين ولا قطعين نما الكرة ببرا نما الكرش كوكي راك وقياس باقي الحرمي بقلعين كوكي راكرين أو قطعين بري مالي وقياس باقي الحرمي على مكة باش غشاري دجي تين قياس كرين سن مكة وانجي حرامة يعني مالي باش غشاري دنبجة ويقاس باقي الحرمي باقي الحرمي في عمل وكان مكة إجا نفس المكينة دورة مكي كتبة تقسمي حرمي أو جيتي قياس كنية سلمكي عفوا عفوا تراست وقلع الشجري كقطعه مجك هوكي داري راكب وكبرين ويع أوش حرامه والأصغر تعلق الضمان به اف ضامنتي خد جرابي أي بنبات الحرمي خو م جياي حرمي بعد كده من الحشيش الرطبي أبي كتربة إذا قطع أو قلع يعني وقتك يعني يا ببرا يا جيش كوكيرات وبقطع أشجاره وبرينا داري بيجي أو قلع يا جيش كوكيرات قياسا على صيدي أبنا تب بقياس سر نيتشيري شو نيتشيري حرامة أبنا هنيجي حرامة إذا أتلف وقتك بتلف بتشنوي أم حملة وانت كل سلام بجامع المنع من الإتلاف بجامعك وهردو جي خدا من عمل جه تلف آوان کریه یعنی نتکاری نیچیره تلف بکی نتکاری دارو گلوگیا تلف بکی لی حرمت الحرمی جبونا سایگی و حرمتا حرمی و ثانی قولی مگو ازهر قارش ازهری یعنی دمک جی جمعیت نفهم کرنه وقتا که مره حرا حجی گره مره گلی ملیه دارا فلان فلان بکیه حبیرونی ده او کرا بگیه یا نری جرانه که اخو نقر اینه فلان نکه عينن عينوس بلى ترى و بلى و والثاني لا يتعلق به قلتي خو بيبا ناقره شما لان الاحرام لا يتعلق به الضمان الضمان خب يعني اوكي بناقره بيتكي حرام بناقره شما لان الاحرام لا يوجد ضمان الشجره والنبات يعني تشينكي احرام ناك واجبيتي ناك كما في ضامن الدارة وقيا فكذلك الحرم حرم جي عين وصا يعني تشتكي كود حرم دا تشي ببا مرب دي حرام دا با ممنوع بضامن وي جي الدارة وقلو قيا سيدي اوا صبر بك دا تشير بيجيش ترى دريكي توقتا كنتو ناد دي حرام دا بي دا بي حرام بيجي داي اسان نيكي ميكي تنكاي يعني شنو قالين كي؟ الدماغ مثلا نسر يحرامي. مثلا نجبو يحرامي. بتيك مثلا نجبو يحرامي. دماغي كنجبو يحرامي بالقولي فيها. دمي مثلا إحرامه. دمي مثلا إحرامه. مثلا نحرامه. مثلا إحرامه. نمثلا حرامه. لأن الإحرام لا يوجد ضمان الشجري والنبات. مثلا إحرامه. إحرام. ما دام بتشكي حرام ناك الضامن الضامن انت شي ناك حرام شنو تدير بها حرامي بتشكي وبي شي ناك كذلك الحرام حرام شنو صار تسكي حرامي بيجي زلون ناك او شي ناك يعني ضمانيتي تنيه تمام وعلى الاولي لسر قولي ازهار موجود بضامن ففي الشجره الكبيره بقره دارك ما زنبتي تي تشيلك بي والصغيره الشاطن بتشك بتي باسكي بي رواه الشافعي عن ابن الزبير عن يوهر روايات كده وضم إليه الرافع ابن عباس قلت يعني الشافعي جي ابن الزبير وابن عباس تب روايات كده قال ومثل هذا لا ثانية وضم إليه الرافعي رواه الشافعي عن ابن الزبير إذا وضم إليه ببال ابن الزبير بقى الرافعي ابن عباس ضمتي ببال ابن الزبير قلت يا ويجي قلت يا قال ومثل هذا لا يطلق إلا على عن توقيفين قوتي تشتي اوا لا لاقوع الا عن توقيف يعني ناي غوتن الا غيرش توقيفه يعني اشترط بيغمبر دعوه بالليكرن يعني كوفاي بداركي
حيوان كا مزنة بدارة كا بتشوكية كا بتشوكا. قال الإمام إمام الحرمين قوتي والبدنة في معنى البقرة قوتي بدنة جوكا بقرة يعني دبكو مال دبش بده. وتضبط الشجرة المضمونة بالشاطي تي ضبط كرن دار المضمونة دار مضمونة مضمونة يعني أبا كوسا دورا ويجرتي به كنت مرد دبات ضامني قلت لك مرجي كدبات ضامني وي كنت مثلا كتوشي كده أمري دائرة بزكية ها تمام أو أبيكو بدائرة بزكية بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة دي. يعني أبيا جدارة مزن جدارة مزن جحفتة بيكا ويمة دارا مزن أبيا بتشوك أمي مزن مزن بدبية بتشوك ب بمك تيرا ويجا بقاني حفتك مزن ويأخذ جودي بقاني حفتك مزن تمام. فإن الشاطة من البقرة سبعها شنكي بازجي جتشيلك حفتية قوية فإن صخرت جدا أجر فرهم بتشوك بدار فالواجب القيمة واجب دي سوي ودي لأن المشكة إجا أو قيمة وتشقاب كده أو بدأ بس كنا ده يعني وجزم بجميع هذا الذي قاله الإمام في أصل الروضة قاله يعني وأنا تمام قطعي قوتيه قاله الإمام إمام قوتيه في أصل الروضة أصل الروضة فأنا توقعي أول سري خبر ده قوتيه وعبر فيها كأصلها ده أصل الروضة ده الروضة وأصل وكأصل الروضة تعبير ده قوتيه شه بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاطين أو دارك وبتشكتريم آمازن به ضامنه وبازكي فضبط الإمام إمام ضبط بها أوكريه بالنسبة إلى أقل ما يضمن بها قوتيه او دارا کو دامنتیاو پچوکترج اوا مزن به اندی مرج به پاس اندی نه بوته پس اند پریجیدا اندی کی دامانیت پس اندی اقل ما یضمن بیا من و یدل علیه ابی افادت که ما عقبه به ارتشته کل پی وی هاتیه شو او یا دولا در باز نه راست اما تغيير اما غير الشجري وهو الحشيش والرطب غير دارا كوجلو جيو يطرمن فيضمن ليس هذا ضامني وي بقيمه بك ان لم يخلف اجد الجيو ده ني فان اخلف اجد الجيو ده ورا فلا ضمان قطعا شو ضمانيه تويتنا والمضمون بها هنا أبشرك ما فرد ضامني وي كالتعديل والتغيير كما في الصيد أبيا على التعديل والتغيير لسر عديليتي عديل يعني مرب عديلي ودا يعني هم باي ودا ما تشتكي ده ياجي من مغيرة وكان يجيني يعني يا تبي يابدي يا تبي يابدي يعني يا تبي قيمة بكي یا جیت جبر با حیوان کی بدی یا جیت جبر با روشی بگیری من از اونم اولا من گو اول سنه و یحلو اول سنه و یحلو بله قلتو کما قال الرافعی فی الشرح شو ایمام رافعی فی الشرح گوتیه والمستنبت من الشجری اویکو جدارا یعنی انسان واندانی به که غیره و که اویکو نمستنبت يعني أبيك بخبر يشين ببن يا أبيك إنسان وانداني به أو قوتي وكهم في الحرمة والضمان هم حرام هم ماذا ضامني على المذهب سما زي ما شرعي وبل قول الأظهر قولي أظهر جابه وقطع بي بعضهم معنى كيش قطعي قوتنا شمالي شمول الحديث له حديث شامل سبيات والثاني لقاش ولا يؤذن الشجر حرام دماء حرام شجر حرام ناجيك وحظه شمربا داني به وشكو بريشك والثاني قارشي أظهره المنع قوتيه چه؟ قوتيه منع يعني منع أول يعني وقتاك إنسان أداني به ضمانية تأويتنه تشبيه لو بالزرعي قوتيه أو جوكا أبكو بخبره نا كو إنسان أداني به ها تشبيه لو بالزرعي
يعني اوجي وكا 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 زراعته كو انسان ضانبة ضمانية ها اي كالحنطة والشعير وكا جو جنمة والزرة وكا غارسة والقطنية وكا بموة والبقول وكا باقلية والخضروات وكا يشلقايا فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف أبانا تمر كارجيكا وضمانية طويلة بخلاف تنه ذكره في شرح المهزة للشرح عن مهزة بيضا بعث أبانا كريا بس أتوذي أزونا عبدالله باشا يالنز هذه قول الدعوي هذه الدارة جخصت وكي فانا أما نكس داري قداري كو إنسان دين جبر وضمانية تنه أوصى قو مالي كيرا كبانا أما نكس مالي